طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هنتعرض بقى في المفروض بعد ما نطلع السرنج اكشنز هنبدا نصمم الممبر بتاعه الترس. طبعا متفق عليه ان الممبر بتاعه الترس لما معرضه الى تنشن او كومبريشن. فنعرف بس الاول كده ازاي بنصمم التنشن. انا براجع على فكره المفروض الكلام ده انتوا يعني مر بيكم وعارفينه، فانا ايه بتكلم فيه سريعا يعني. طيب دي القطاعات المتعارف عليها ان هي تقدر تشيل تنشن او كومبريشن، واتكلمنا برضو فيها قبل كده. ف اي منشا ستيل كممبرز بيكون معرض الى او مش معرض الى بقى بتصمم الممبرز اللي فيه حسب اربع انواع يعني. او الممبرز الموجوده في المنشا ستيل على حسب الاحمال اللي موجوده عليها بتقسم الى اربع انواع: تنشن ممبرز، كومبريشن ممبرز، بيمز اور جيردرز، وممكن تكون بيم كولر. في اي ممبر ثانيه خدتوها في الستيل غير الكلام ده؟ هان شمس شويه. هما طبعا يعني اربعه ممبرز، فالتنشن ممبر بيكون معرض لاكسل تنسايل لودز، كومبريشن ممبر اكسل كومبريشن لودز، البيمز والجيردر بتكون معرضه الى بندنج وشير، البيم كولم بيكون معرض الى بندنج وشير ونورمال. تمام. طيب النهارده بنتكلم على التنشن ممبر اللي هو الممبر المعرض الى ايه؟ المعرض الى تنشن فورس. طيب اي تنشن ممبر لازم يوفي شويه شروط يعني على حسب الكود المصري. تمام. فاول حاجه لازم يوفي التنسايل ستريسز. تنشن ممبر عباره عن ممبر عليه ايه؟ على تنشن. خلاص. طيب ايه العنصر الاساسي في الممبر اللي هيقاوم التنشن؟ الكروس سكشن اريا بتاعته. فكل ما الاريا زادت كل ما اللي هي التنسايل كباسيتي بتاعت الممبر بتزيد. صح؟ كل ما الاريا قلت العكس. طيب فلازم الكروس سكشن اريا اولا بتاعت الممبر لازم تقدر تشيل الاحمال التنشن الواقع عليه. تمام كده؟ طيب بعد كده حاجه اسمها الستيفنس ليميتيشن. بعد كده الكونكشن تايب اللي زي ما اتفقنا ان الممبرز هنوصلها ببعضها عن طريق بولتد كونكشن او ويلدد كونكشن. ثم بعد كده بيشوف بقى السيمتري اوف سيكشن هتحكم في التصميم ازاي. واخر حاجه خالص حاجه اسمها ال على الدي ريشن. فدي كده اللي هي الخمس حاجات اللي المفروض ناخدها في الاعتبار من الكود المصري بحيث ان هي نتاكد ان المنشا بتاعنا سيف. او مش المنشا بقى اللي هو التنشن ممبر ذات نفسه سيف. ايه هو؟ على حسب الفورس اللي موجود عليه. ما هو خلاص بقى شفت الساب للمره الجايه ان شاء الله نكمل فيه نطلع السرنج اكشن. دلوقتي مانيوال. حظنا كده بقى. طيب اول حاجه اللي هي التنسايل ستريس استفانا ان التنسايل ستريس اللي واقع على الممبرز لازم تكون اقل من الايه؟ من الالاوبل تنسايل ستريس. طيب الكود بيدينا الالاوبل تنسايل ستريس اللي يقدر يستحملها الحديد اللي هي بكام؟ 58 من 100 اف يلد. فالاف دي الالاوبل تنسايل ستريس للحديد 58 من 100 اف يلد. دي قيمه ثابته لجميع انواع الحديد تتوقف طبعا على حسب نوعه. عندنا ثلاث انواع 637 44 52 وعندنا انواع ثانيه يعني موثق عليها غير الكلام ده. لو بتيجي تاخد كده عينه من الحديد وتختبرها بتروح برضه تلاقي ان الليف فيلد والليف التر اختلفت يعني. يعني من حوالي سنه كده اختبرنا عينه حديد فكان كان الليف فيلد ليها كان ب 4 طن على السنتي متر سكوير، وكان الليف التر كان ب 6.3 طن على السنتي متر سكوير.
فمش شرط ان دول بس هم اللي يكونوا متوفرين يعني، ولكن دول ايه الثلاثه منتشرين، الثلاثه منتشرين، ولكن 37 وال44 هم الاكثر انتشارا، واللي هم يعني الخامه اللي هي اللي مش هتلاقي فيها غش كتير قد ال52. فانت لو هتشتري 52 فانت محتاج مبدئيا كده تعمل لها اختبار عشان تتاكد هنقول ال اف دي بيساوي 58 فيت بالنسبه ل 37، ف 58% في ال اف دي اللي هي ايه؟ 2.4 × 37 ما هو ده انضرب خلاص في 58%، الرقم ده خلاص مضروب اوتوماتيك في 52%، فهنا كده ال اف دي ب 2.4 طن على سنتيمتر سكوير، لما ضربته في 58% فاداني 1.4 طن على سنتيمتر سكوير. معايا ولا ايه؟ الجدول ده محسوب اوتوماتيك للاف تي. فيها مشكله الجدول ده؟ طبعا على حسب سمكه الحديد، لو سمكه الحديد او البلتات بتاعتك اقل منها بتساوي 40 مللي، فالاف تي بالنسبه ل 37.4 والاف التيميت ب 3.6 طن على سنتيمتر سكوير. تمام؟ لكن سمك بص اي ممبر ستيل بيكون من بليت او كذا بليت، فمثلا يعني عندك الانجل مكونه من تو بليتس، بليت واتنين، الاي بيم مكونه من كام بليت؟ ادي 1 2 3 ماشي كده؟ فانت بقول لك سمكات البليتس يقصد ايه بالبليتس؟ اللي هي البليتس المكونه من الممبر طبيعي. انا قصدي مثلا في اللاين مين مثلا السمك بتاع الفلانج والويب بتاعنا صح؟ هو دايما الفلانج سمكها اكبر من او يساوي الويب. انا التي دي بقى حددها من دي ومن دي كانت في الجواري كانت دي بتاعت التي دي اللي هي اكبر تي فيهم. اكبر تي فيهم. طبعا السمكات الكبيره دي زي ما المهندس مهندس ايه؟ مهندس محمد التي الكبيره اللي هي 4 مللي بقى وانت طالع ده ممكن تلاقيها فين؟ الكباري يعني تلاقي السم كبير كده في ريدكشن فاكتور بالظبط. فهنا الاف ييلد اقل شويه من الاف ييلد بتاع اللي هي جايه من التيم اقل منها بتساوي 40 مللي. طبعا الجدول ده موجود في الكود ممكن برضو نبص عليه المره الجايه ان شاء الله. حتى ممكن نفتحها كده. بداية الكود خالص في الألاب والستريس كده المفروض بتلاقي الجدول ده. هنا كده ماتيريال الجدول هو الشابتر الأولاني أهو هو الجدول ده. فبقول لك طبعا الـ 37 في 2.4 الـ F من 3.6 في حتى السمكات الصغيرة، لكن هنا الـ F 2.15 شوف أقل شوية من 2.4 ماشي، والاف التيميت ب 3.4. ففي حاله الممبر اللي فيه اكبر سمك فيه عدى الاربعه فالاف يد والاف التيميت بتقل بقى بتبتدي المعتدلين التانيين. الناس اللي هي متعوده على الاولانيه دايما لا، يعني شوف انت الممبر بتاعك ايه ظروفه الاول يعني. طيب الكود ده هنلاقيه موجود على النت ولا كل ستيل؟ خد توقعت ان هو يكون معاك يعني. اتفضل. يعني في وفي. طيب. الاكشوال تنسايل ستريسز المفروض ان هي بتساوي ايه؟ اي ستريس عباره عن الفورس على الاريا، بس احنا بنقول هنا ايه؟ اكشن. الاريا نت. ف
الاريا نت. الاريا نت دي تاخد في الاعتبار حاجات كتير بقى. الاريا نت تاخد في الاعتبار حاجات كتير، خلينا نتكلم فيها كده مع الشرح. ولكن لو رجعنا لورا كده تلاقي ان الاريا نت برضه تاخد في الاعتبار الكونكشن تايب والسيمتري اوف سيكشن الاثنين، الحالتين مع بعض بتلاقيهم هنا داخلين في دي. طيب ايه الفرق بقى بين الاريا جروس والاريا نت؟ المقصود هنا الاريا جروس اللي هي المساحه الكليه للقطاع، لكن الاريا نت اللي هي المساحه الصافيه للقطاع. فخليك مثلا لو في فتحات مسامير او كده فتطرح منها فتحات المسامير. ماشي؟ ماشي. الحاجة الثانية اللي هي الـ stiffness limitation. الـ stiffness limitation دي اللي هي اللامدا. اللامدا المفروض اللي هي بتساوي الـ L باكلين مقسومة على الـ R مينيموم. أو دي كده اللامدا ماكسيموم. فهي عبارة عن الـ L باكلين مقسومة على الـ R مينيموم. تمام؟ طبعًا الـ stiffness دي لو أنت فاكر في الكومبريشن ان الكومبريشن بيحصل فيه باك لينك، والباك لينك ده بيعتمد على الستيفنس اللي هي السلندر لوس ريشيو، صح كده؟ فالكود حدد لنا الكومبريشن ده ب 180، بس حدد لنا التنشن بكام؟ هو حددها ب 300. 180 رقم يعني. يعني ده اقل منها او يساوي 300. وطبعا ده واخد في الاعتبار تاثير الاستابيليتي اوف ممبر. يعني تخيل كده ان المنشا بتاعك الممبر بتاعه طويل قوي، وانت محمل عليه ماكينات اهتزازات مثلا او ماكينات تكييف او كده، اي حاجه بتعمل اهتزازات يعني، فبتلاقي ان الممبرز بتاعتك بيحصل فيها اهتزازات وبيحصل فيها فتيك. فالحاجات دي المفروض ان هي بتضعف المنشا، عشان كده عمل لك ليميتيشن، عمل لك كونسترين على اللمضه ماكسيم حتى في حاله التنشن، مع انه معرض للتنشن بس برضه خد في الاعتبار. 300 رقم ثابت؟ طبعا رقم ثابت. تعال هنا كده، دي كده قيمه اللمضه اللي هي خاصه بالتنشن. فبقول لك في حاله التنشن ممبر احنا بناخدها اللمضه ماكسيم بكام؟ 300. بس ده في حاله البردن، لكن في حاله البريدجز طبعا الجدول ده مهم، يعني في فرق كبير بين البردن والبريدجز. فلو انت بتتكلم تنشن ممبر ان ريل واي بريدجز فاللمضه ماكسيموم 160 بير سكند. نعم بير سكند بالظبط. تنشن ممبر في الريل واي بريدجز يعني فيها غلطه دي كده 180. طيب الفيرتيكال هانجرز عارفين ايه هي الفيرتيكال هانجرز ولا ايه؟ طب يعني ايه هانجر؟ لا يعني حاجات مش هانجر المصنع اللي فيها شاسيه رأسية. اكيد هانجر يعني اللي هي حاجه زي الطاي كده فيها شاسيه. بس طبعا انت هتلاقيها في الجبال امتى بقى؟ لو دي كده مثلا البلاطه وفي عندك هنا كده سسبنش فيبر، فبتلاقي هنا في حاجه اسمها ده طبعا مثال يعني مش شرط ان هي كل الشد ده، فده كده اللي هو التنشن هانجر. حاجه شايله حاجه متعلقه مش مستنده لحظه. لا مش شرط اي حاجه شايله شد. ممكن مثلا في اصل احنا بنتكلم في البريدجز، فدي غالبا حاله مهمه برضه ممكن تلاقيها في التراسه نفسها. يعني دي كده حاله هي في الحاله دي طبعا مش هتكون دي. لان حتى لو دول كده عليهم تنشن، لو دول عليهم تنشن فهم برضه بيعاملوا معامله التنشن ممبر اللي هي في الريلوي بريدج. طيب الحاله الاخيره خالص دايما كده البريسنج ليها ايه؟ حاله خاصه. فقال لك ان اللمضه ماكسيم في حاله البريسنج ب 200. ليه يا شباب؟
ليه اشمعنى البريسنج خدناها ب 200 مع انها في التنشن حتى برضه في البندن ب 200 برضه ليه؟ عشان تديك مثلا لا هو البريسنج ملوش علاقه بالتنشن مش البريسنج بيشتغل تنشن كومبريشن بالظبط لان اي ممبر معرض الى تنشن وكومبريشن زي البريسنج معرض الى تنشن في حاله وبعدين لما الحمل يقلب فنفس الممبر اللي كان عليه تنشن بيكون عليه كومبريشن ففي الحاله دي بناخد اللامدا الممبر ده لا تزيد عن 200 تمام؟ وفي اي قطعات ثانيه بيبقى عليها تنشن وكومبريشن غير البريسنج؟ الاستلام ده؟ لا مش عايز اقول لك لا يعني بس احتماليه لا هو بصراحة لحد حتى الآن لحد العمر ده البريسنج اللي هو يعني مر بالحالة دي لكن أي منشأة بقى أنت متوقع إن الممبر بتاعه يتعرض لتنشن وكومبريشن هتخلي اللمضة بتاعته لا تزيد عن 200 بس أنا متذكر في الجامعة كان في قانون بيحدد ده على التنشن بس هتفودي مش هو القانون ده مختلف كيف اللي على رأيي إن أنا اللي هي على طيب هي طبعا الكيف ال اللي هي بتساوي ال ده كده اللي هي الكيف ال والار اللي هي الاي والار اللي هي الاي في كتب بتحطها الار وفي كتب بتحطها الاي اللي هي مدلولات هي نعم مدلولات هي الكيف ال اللي انت سمعته فيه انا هقولها دلوقتي انت بتستعجل بس ده فاهم ما عايزين نطبق على منشأ عشان خاطر تعرف تحسب الكلام ده افضل يعني الاي اللي هي radius of gyration اللي هي هتساوي جذر الاي يعني ايه ماشي ال اللي هي الايه الممبر لينث الكي اللي هي المهم الباكلين ايوه اللي هي الباكلين ديفاكتور باكلين ديفاكتور هنستفيد يعني في موضوع الكي شويه لكن اكيد ال ثابت والاي ثابت يعني تمام؟ كده ال بجيبه من الرسم والاي من الجداول صح كده؟ والاي من الجداول على حسب القطاع والكي من الكود على حسب ال والكي من الكود او من الكي دي هتيجي من الرسم برضه الكي من الرسم انا بتكلم في التنشن والكوميشن برضه بتكلم يعني عموما دلوقتي في التنشن فالكي دي هتيجي برضه من الرسم ماشي طبعا الاي زي ما اتفقنا اللي هي جذر الايه؟ الاي على الايه؟ خلاص وانا لو يعني انا ذكرت هنا في القانون ذكرت هنا الاي مينيمم او الار مينيمم فالرسومات دي للقطعات دي بتحدد لي الاي مينيمم مهم طبعا الكلام ده يعني مهم ان انت تعرف الاي مينيمم فور ايتش سيكشن ليه يا جماعه لازم نحدد الاي مينيمم حد معاه مسطره ده اللي صفر بقى ده اللي احنا صفر بقى ليه لازم نكون عارفين الاي مينيمم لكل سيكشن عشان بنجيب الار مينيمم ما هي الاي مينيمم هي الار مينيمم مش عارف يعني ال انت بتقول ايه عشان حد قال لي سمك عاملين على نجيب البي عشان حد ايه؟ يعني السمك ده انا عايزه لو قرار اختاره ما يحصلوش بطل نجيب البي باك من لا نجيب البي باك من تشويس اعمل تشويس بي بنعمل تشويس بي بس معناها ايه برضه الاي مينيموم او الار مينيموم؟ هو اللي هي مش الار الاي على الاي ناخد مثال يعني مثلا القطاع الاي ده اللي هو الاي بي اي ها لو جيت ادوس عليه كده انا هاخده كده كقطاعه دوست عليه
هيحصل له باكلنج كده. جميل. الباكلنج هيكون حوالين محور اكس ولا حوالين محور واي؟ لو ضغطت عليه، لو جبت مسطره يعني جبت مسطره وضغطت عليها هتدور حوالين محور رفيع اللي هو طبعا قطاع المسطره مستطيله، هتدور حوالين الاكس ولا هتدور حوالين الواي؟ جبت مسطره ودوست عليها ده قطعها، هتدور حوالين الاكس ولا الواي؟ هتدور حوالين الاكس. هتدور حوالين الاكس المسطره لان المحور ضعيف. انا ضغطت عليها ضغطت عليها، انا بقول الكروس سكشن بتاعها اللي هو المستطيل ده هيلف ازاي؟ هيلف حوالين ده مش ده ضعيف ولا ايه؟ فهنا في الحاله دي الار مينيموم بكام؟ الار مينيموم هي ار اكس. يبقى ايه اللي انا عايز اوصل له؟ ان الار مينيموم هي الار اللي انا حسبتها عند اضعف محور للقطاع. طيب الاي دي لو ضغطت عليها هتدور حوالين الواي ولا الاكس؟ دي هتدور حوالين الواي. ايه انت فهمت ولا ايه؟ هو بس مفهوم الواي والاكس مش باين. انا بص يعني انا حددت لك الواي والاكس، بقول لك لو ضغطت على القطاع ده خلاص هيحصل له باكلنج بالشكل ده، هيحصل له دوران حوالين الواي ولا حوالين الاكس؟ حوالين الواي. زي المسطرة بقى لو ضغطت على المسطرة هيحصل لها دوران حوالين الاكس ولا حوالين الواي؟ يعني المحور الموازي للحمل. المحور الضعيف مش حاجة اسمها الموازي للحمل. يعني ايه محور موازي للحمل؟ ده حمل اهو. ايه الموازي ليه بالظبط؟ مظبوط هيحصل لها وقت كده بس نقول في اتجاه ايه؟ طب هيحصل لها وقت كده مش موازي ليه بقى؟ المحور الضعيف هو الاكس. لا 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 انا اقصد ايه؟ ان لما يحصل باركلينج لاي قطاع بيحصل له باكلنج او دوران حوالين المحور الضعيف. فالار مينيمم لو مش فاهم قول تاني يعني مش مشكله. الانرشيا الضعيفه خالص. ما هي الانرشيا الضعيفه يعني المحور الضعيف. ما هي خلينا نقول. طب ليه بقى مثال كده لو احنا شغالين على الموضوع. تمام حاضر. طيب هنا الار مينيمم هي الايه؟ الار الار واي الار واي. طيب انا بقى نبص كده على كل الاشكال دي. لو عندك قطاع انجل فلو ضغطت عليها ولا هتدور حوالين المحور اكس ولا هتدور حوالين المحور واي ولا هتدور حوالين ايه؟ المحور في. فده كده اضعف محور. يبقى ده لما يحصل لها انحناء او يوم يحصل لها باكلينج هيحصل لها باكلينج حوالين المحور في لانه المحور الضعيف. طيب التو انجل باك تو باك ادي المحور اكس وده المحور واي، انهي الضعيف فيهم؟ الضعيف فيهم هو المحور اكس. فلو ضغطت عليها هتدور حوالين محور اكس القطاع يعني. طيب بالنسبه للتو انجلز ستار شيب متساويه بالظبط، فيعني هي هتدور حوالين ان واحد ده زي ده مش هتفرق بقى يعني ده او ده مش هتفرق. اي محور بقى يكون فيه نسبه خطا غير الثانيه يعني. ده اللي هتبدا فيه المشكله يعني. طيب ده قطاع بوكس سكشن لو ضغطت عليه هيدور حوالين محور واي، واضح جدا ان المحور واي هو المحور ليه؟ اللي فيه الانيرشيا ضعيفه. طيب الاي خلاص خلصناه، وايه بالنسبه لي القطاع التيوب فبرضه هتدور حوالين الاكس او تدور حوالين الواي. تمام كده؟ طيب عدي النقطه دي ونقول ان احنا نختار قطاع التيوب ده اللي هو اخر قطاع خالص. خلاص ده كده شكله كاليفيشن. ولو انا خدت فيه قطاع كده فهيظهر بالشكل ده، ادي الاكس وادي الواي. اتفقنا لو ضغطت عليه هيدور حوالين انهي اي واحد منهم لان الانرشيا متساوية، صح ولا ايه؟ طيب ايه رايك بقى لو انا منعته من الحركه هنا كده في اتجاه الاكس؟
انا بتكلم طبعا عن الاكس دلوقتي اللي هو الاكس الجلوبال بقى مش الاكس اللوكال اكس واي. انا عملت له الاسترين هنا كده عند النقطه دي منعته من الحركه في اتجاه الاكس. انت هتنامني وراك انت مركز معايا ولا ايه؟ انا منعت الممبر ده من الحركه في الاتجاه ده. تعال بقى كده نحسب اللمدا. هتكون عندنا 2 لمدا بقى اللمدا اكس هتساوي لو قلنا ان ده كده كله ال وده كده ال واحد وده كده ال اثنين جميل. اللمدا اكس هتساوي ايه؟ اللمدا بتساوي كي ال على اي صح؟ ماشي ما هي كده كده كي في ال على اي ماشي. الكي وات اس كي؟ معلش انا خلي دي كده ال واحد وده كده ال واحد برضه كانها نص ونص يعني. ها هنقول كده اللي هي الكي في ال ال كي في ال على ال ار. تعال نترجمها بقى. ماشي انا بتكلم دلوقتي على اللمدا ايه؟ اكس على اللمدا اكس فين الاكس؟ اهو يعني يحصل القطاع دوران ازاي؟ كده ماشي. لو حصل له باكلنج يعني حوالين الاكس هيحصل له دوران كده. طيب انا بنعوض كده في القانون ال ال كامله صح؟ بس حد بتقول ال اللي هو عاوض هنا صح؟ ال كامله الكي بكام؟ والال بكام؟ والار بكام؟ المده بتنزل الكي بواحد والال كامله يعني مبدئيا كده دي الار اكس اللي انا قلت لها اكس خلاص؟ تعالى بقى فوق الكي بكام؟ واحد كده بنص كده الكي اكيد بنص على واحد. خد بالك انا منعت منعت العمود ده من الحركه في الاتجاه ده بس. بنص كده. يبقى الكيت كام؟ بنص على واحد. خد بالك العمود ده اتحرك يعني ينفع يحصل له باكلنج في الاتجاه العمودي ده كده عادي. اتجاه العمودي. ايوه لان انا ما منعتوش من الحركه. بالنسبه لي يعني بتحسب لما اكس فهي دلوقتي تتحرك ممكن تتحرك في اتجاه هو صح كده؟ اه انا بقول لك انا عملتها للسترين في الاتجاه ده بس الاكس الجلوبال. ال اللي هحطها هنا تبقى ال اللي في الاتجاه يوصل للاتجاه هو اللي مسموح لها. فين الممبر كله على بعضه؟ ده الممبر. هتبقى ال واحد في ال واحد يعني نص ايه؟ لا هو ال ال كامله. ال كامله صح. بس هضربها بقى في رقم كام؟ واحد. نص. الكيب كام؟ في اتجاه الواي. كامله. اتجاه اكس. اتجاه الواي واحد. صح. صح كده؟ هتبقى وين جينج. خد بالك احنا يعني لما حصل لها باكلينج انحناء في اتجاه الواي دارت حوالين المحور اكس ولا المحور واي؟ معلش فاهمني دارت حوالين ايه؟ سريعا انا مش لاقي حاجه يعني امثل لك فيها الحوار يعني الوضع بص كده يا باشمهندس الورقه دي قطعها ايه مستطيل بالشكل ده خلاص. انا هقول ان ده كده محور اكس وده كده محور واي جميل. لو انا ضغطت كده على الورقه وده حصل لها انحناء في الاتجاه ده يا باشمهندس الاتجاه واي صح؟ اه حصل لها انحناء في الاتجاه ده. انا قلت ان ده كده محور اكس القطاع ده كده محور واي حصل لها انحناء في الاتجاه ده جميل. يبقى اذا القطاع بتاعك القطاع ده دار حوالين اكس ولا واي؟ دار حوالين اكس اكيد صح ولا ايه؟ طيب فيها مشكله كده ولا ايه؟ طبعا الاكس ده هو المحور الضعيف فكان لازم تدور حواليه مستحيل ان هي تدور حوالين المحور القوي ده. طيب تعالى بقى نفس الفكره على العمود ده. العمود ده انا بقول ان هو اتعمل له الاسترينج في الاتجاه الجلوبال المحور اكس بس خلاص وانا ضغطت عليه. يوم ما يحصل له باكلنج يحصل له باكلنج في الواي معلش ولا كده خليه زد ده كده واي. لما اضغط عليه اكيد هيحصل له باكلنج في اتجاه الواي لان الاكس محكوم ده ستريت. انا دلوقتي بحسب لامدا اكس هتساوي ايه؟ نص في ال على ار اكس. ليه نص؟ مسكناه نص عشان انا مسكته بالنص. فيوم ما يحصل له باكلنج في اتجاه المحور اكس اللي هو ده هيحصل له باكلنج كده. طيب في اتجاه الواي هنقول له كده ان اللمدا واي هتساوي الكي في ال على الار. الكي بكام؟ واحد. هي ممسوكه في اتجاه الواي؟
اكيد مصنوع هنا بس ومصنوع هنا بس، لكن في النص مفيش. فالكي هنا بواحد مضروبه فيه ال ال هي نفس ال ال مقسومه على ال ار ال ار واي. في مشكله كده؟ طيب يا سلام، لندا اكس معناها ايه؟ انيرشيا او دوران حوالي محور اكس. يعني الاكس ده ما لهاش علاقه بالجلوبال ده. لندا واي اللي هي عباره عن دوران حوالين المحور واي. ده اللي انا كنت اقصده بالحته دي كده. طيب عرفنا ازاي ان احنا نحدد المحور الضعيف والمحور القوي للمنبر؟ طيب وانت بتصمم القطاع في البدايه خالص انت عامله فورس قيمتها مثلا 20 طن وعايز تحدد لها قطاع يشيلها. فانت في البدايه خالص ما تعرفش القطاع. انت لو جبت القطاع هتعرف تجيب البروبابيلتيز بقى اللي هي الاي اكس والاي واي والاريا والار اكس وهكذا. صح؟ بس انت ما تعرفش القطاع، فعشان كده الكتاب بيدي لك فرضيات في البدايه لقيمه الاي اكس اللي هي الاي سمول يعني. خلاص؟ تبدا تشتغل عليها تفرضها عشان خاطر تجيب قطاع وتشيك عليه بعد كده. فلو انت بتصمم في وان انجل طبعا المحور الضعيف هو الايه؟ هو الفي، عشان كده بتفرض الاي في او الار سمول في ب 2 من 10 من الاي. ايه هي الاي؟ رجل الزاويه، طول رجل الزاويه. طول رجل الزاويه، تمام اهي. الاي دي اللي هي طول رجل الزاويه. طيب لو عندك لو عندك تو انجل ستار شير فالمحور الضعيف فيهم هو المحور ده وبنسميه يو. بنسميه يو، هو هنا كاتبها بي بس خلينا نسميه يو ستار شير كده. ده كده اليو ده اضعف محور في القطاع الستار شير. خلاص؟ فالار مينيمم هنا هو الار يو. مش عارف قلت الستار شير الاكس والواي. ايوه الاكس والواي، لكن الضعيف فيهم فين؟ الضعيف فيهم هو البي، حتى مش اليو يعني. طيب لو تو انجل باك تو باك خلاص اتفقنا ان الضعيف فيهم هو الاي اكس، وهنفرضه في البدايه ان هو ب 3 من 10 الاي. هنا في الستار شيب 385 من ايه؟ من 100 الاي. طبعا هتلاحظ ان القطاع الستار شيب الانيرشيا بتاعته ايه؟ اكبر من القطاع الايه؟ الباك تو باك. طيب ده عباره عن قطاع باك تو باك ولكن ان ايكوال انجلز. ان ايكوال انجلز اللي هو الطول ده في الليج اكبر من الطول ده. فبتاخد الاي اكس بتاعته بكام؟ 28 من 100 من البي. اكيد الاي اكس طبعا قلت لانك قللت طول الليج، فاصبحت بدل 3 من 10 اصبحت 28 من 100. طيب لكن الاي واي عندك زادت. الاي واي عندك زي على فكره دي تاخدها ب 45 من 100 دي. انا طبعا مش هينفعك في التلفزيون يعني. هنا كده في حاله ال في حاله التو انجل باك تو باك فالاي واي الاي واي تساوي 45 من 100 ايه؟ طبعا هنا زادت بقى اصبحت 48 من 100 ايه؟ ليه؟ لان الليج هنا طولها زاد شويه عن الثانيه، فهنا الاي برضه زادت. خلاص؟ ولكن الاكس قلت. معايا يا باشمهندس؟ طيب هنا العكس تو انجل، بس انا عملت هنا ايه؟ زودت طول الليج دي. فهتلاقي بقى الدنيا اتعكست، هتلاقي ان الاي واي قلت شويه. نعم؟ او القيم دي موجوده فين في الكود احنا؟ لا هي مش موجوده في الكود دي قيم استرشاديه موجوده في الكتب يعني. الكود ما بيديكش حاجه تفرض بها القطاع اصلا. الكتب بقى والخبره والناس اللي شغاله هم اللي بيدوك معادلات استرشاديه تقدر تجيب منها الكلام ده. الحاجات دي كلها مش موجوده في الكود اصلا. لا مش مكتوبه هنا، اللي هيجيبها منين؟ او كتب ايه مثلا؟
انا مش فاكر القيمه دي بكام صراحه ولا القيمه دي يعني عشان اقول لك انا خلاص ممكن اقولهم لك انا المره الجايه ان شاء الله. ما هو خلاص ما حددنا الكتب بقى اللي هو كتاب دكتور عبد الرحيم كتاب دكتور بهاء المشاري. ايوه طيب فدي يا جماعه دي قيم استرشاديه للاي تستخدمها عشان خاطر تبدا تحدد القطاع بتاعك. طيب ثالث حاجه الكونكشن تايب. اكيد طبعا لو الكونكشن دي بوتت فليها تاثير على القطاع ان هي بتزود القطاع شويه صح ولا ايه؟ لانها بتقطع شويه من المساحه فانت محتاج تعوض المساحه دي ان انت تزود القطاع. طيب فالابروكسيميت فاليو للاريا نت بقى ها؟ هتاخد الاريا نت هنا لو انت بتصمم قطاع بوتت ب 85% من الاريا جروس. معناه ايه الكلام ده؟ المسامير معناه ان انت هتفرض في البدايه طبعا مش ده الواقع يعني مش ده الواقع هتفرض في البدايه ان المسامير هتقلل لك نسبه 15% من المساحه فتاخد الاريا نت اللي انت هتقسم عليها بقى في الاخر 85% من الاريا جروس. لكن اللحام ما بيأثرش على حاجه فالاريا نت هي الاريا جروس اللحام ما بيأثرش على قيمه الاريا نت. في مشكله في الحته دي؟ اكيد طيب بالنسبه بقى للسيمتريه في القطاعات هو القطاع سيمتريك ولا ان سيمتريك وهتاثر ازاي معانا في التنشن والكومبريشن ميم. بنقسم طبعا القطاعات بتاعتنا الى سيمتريك وان سيمتريك. بنقسم القطاعات الى سيمتريك وان سيمتريك. فا اول حاجه كده نبدا بالسنجل انجل دي سيمتريك ولا ان سيمتريك. يعني ايه الاول سيمتريك ولا ان سيمتريك؟ لو رجعنا كده للصوره اللي قبلها احنا بنربط الممبر بجسد بليت عشان ايه؟ نعمل كونكشن صح كده؟ فلو انت بنتكلم دلوقتي في السنجل انجل فدي كده السنجل انجل وبنربطها بجسد بليت في لجه واحده بس فده كده الجسد بليت. فين السنترويد بتاع السنجل انجل؟ هنا كده. طبعا انت بتدخل على الجداول بتلاقي قيمه كده اسمها الاي فده كده مسافه السنترويد ادي السنترويد اهو. طيب طبعا السنجل انجل هينقل الفورس اللي موجوده فيه الى الجسد بليت صح ولا ايه؟ ففين السنترويد بتاع الجسد بليت؟ في اكسنتريستي ولا مفيش؟ في اكسنتريستي في اكسنتريستي زائد نص الكونتاكت بليت. طالما القطاع ده فيه اكسنتريستي يبقى بسميه ان سيمتريك سيكشن. خلاص؟ طيب تعالوا هنا كده دول كده دبل انجل والجسد بليت كده في النص تمام؟ عايزين نشوف القطاع ده سيمتريك ولا ان سيمتريك. اولا هما الدبل انجل دول كل واحده هنا تشتغل لوحدها مع نفسها ولا الاثنين شغالين في قطاع واحد؟ ها؟ دي ودي شغالين في قطاع واحد ولا كل واحده مع نفسها؟ كلهم في قطاع واحد فبنعملهم كلهم في قطاع واحد. السنترول بتاعهم فين؟ في النص اهي اكس واهي واي فدول كده السنترول بتاعهم هنا كده. طيب فين السنترول بتاع الجسد بليت؟ طيب اذا انطبق السنترول بتاع الجسد بليت على السنترول بتاع السيكشن ككل فالقطاع ده ايه؟ سيمتري وده كده ان سيمتري. طيب المثال الثالث اللي هو عندنا ده ان الجسد بليت هيربط الممبرز في ناحيه واحده كده فعايزين نشوف القطاع ده سيمتريك ولا ان سيمتريك. فادي كده السنترويد بتاع القطاع صح ولا ايه؟ فين السنترويد بتاع الجسد بليت؟ اهو حصل اكسنتريستي ولا ما حصلش؟
حصل اكسنتريس في القطاع ده كده وعن سيمتنس. طيب القطاع الستار شيب ادي السنترود بتاعه اهو والجسد بليت موجود هنا كده، فالسنترود برضه هو نفس السنترويد، فالقطاع الستار شيب ده قطاع سيمتري. في مشكله ولا ايه؟ طيب لو لقيت بقى قطاع كده مثلا زي الشانل مثلا كده شانل، فده كده الجسد بليت اللي هيربط الشانل. فين السنترويد بتاع الشانل؟ جوه دي والسنترول بتاع الجاس بليت اهو حصل اكسنتريس في القطاع ده كده عن سيمتري. خلاص فانا في بعرف احدد بقى القطاع بتاعي هو سيمتريك ولا ان سيمتريك على حسب السنترول بتاع القطاع والسنترول بتاع الجاس بليت اللي بيربط القطاع. طب ايه مشكله السيمتريه ولا ان سيمتريه؟ ايوه طبعا القطاع اللي هو الانسيمتريك قطاع اللي هو الانسيمتريك اللي هو زي ده الفورس اللي موجوده في الممبر نفسه موجوده فين؟ السنترويد بتاعه هنا كده في تنشن. ايوه الفورس اللي بالممبر بتتنقل في السنترويد فهي كده في هنا تنشن. خلاص؟ طيب الفورس بقى لما تتنقل من الممبر الى الجاس بليت يحصل ايه؟ الممبر هو عازل يحصل حاجه اسمها الام اديشنال. الام اديشنال هيدينا اللي عباره عن التي مضروبه في الاكسنتريس. طيب الكود بتاعنا ما بياخدش في الاعتبار القانون ده ولكن هو بيديك قانون ابسط شويه من الموضوع ده. ازاي بقى؟ تعالى كده دي كده تلخيص يعني القطاع السيمتريك بولتد. القطاع السيمتريك بولتد. الاريا نت طبعا مفيش حاجه اسمها اكسنتريس في حاله القطاع السيمتريك، فالاريا نت عباره عن الاريا بنص وتطرح منها ايه؟ مساحه المسامير، بحس ان مساحه المسامير هي عباره عن قطر المسمار مضروب في سمك الايه؟ انتوا نايمين ليه؟ انت فاكر المعادله دي؟ هنرجع طيب يعني اهي بص كده ده كده اللي هو القطاع ده انا عامل مسمارين هنا كده او مش مسمارين مسمار كده يظهر لي هنا كده فالاريا نت اللي هي عباره عن مساحه القطاع الكلي اهي الاريا نت عباره عن الاريا جروس للتو انجلز هي عباره عن مساحه الانجل ضربتها في اثنين يعني وبعدين هطرح منها ايه؟ الاريا ولت يعني خلاص انا كده الاريا دي كده مضروبه في اثنين واطرح منها الفتحه بتاعت البولت، الفتحه بتاعت البولت اللي عباره عن قطر المسمار اللي هي دي مضروب في تخانه الزاويه اللي هي دي 2 في 10 زاويتين ماشي انا خدت خلاص الاثنين ورا ناصر دي في 2 انت رحت مسمار واحد يعني ولا ايه؟ هو كده كده مسمار واحد في الزاويه برجل الزاويه لا انا غلطت مش باشمهندس محمد هو لا 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 هم مش مسمار واحد في الواقع هم ثلاث مسامير مثلا يعني ولكن انت عند كل سكشن فقط عند كل سكشن عند كل سكشن بيروح طبعا عند سكشن واحد بس ماشي طيب في حاله الويلدد فالاريا نت هي نفس الاريا جروس دي ما فيهاش اختلاف صح ولا ايه؟ طيب في حاله القطاع الانسيمتريك بقى فالكود بياخد في الاعتبار تاثير الكلام ده ياخد في الاعتبار تاثير الكلام ده ازاي؟ زي ما اتفقنا ان في حال ان الكود هيدينا معادله تاخد في الاعتبار تاثير البولتد والسيمتريه الاثنين مع بعض فتعالى كده بص على المعادله لو عندي كده انجل سنجل انجل وفي جاس بليت فهنا بقول لك ايه ان الاريا نت من الكود دي الاريا نت بتساوي 3 في الاي 1 على 3 اي 1 زائد اي 2 الاي 1 اللي هي مساحه الجزء المتصل بجاس بليت واللي هي مساحه الايه؟ الجزء اللي هو طاير ده. طيب طبعا الاي 1 نحسبها ازاي؟ الاي 1 نحسبها ازاي؟ تقريبا نص مساحه ازاي بقى؟ ناقص ناقص الفتحه ازاي هو نص مش ازاي؟
عندنا هنا كده الكاست بليت ده كده مسمار الاي 1 اللي هي عباره عن مساحه الجزء اللي متهشر ده فالاي 1 عباره عن الاي في التي ناقص ناقص الدي في التي طب بتقول كده اللي هي الاي ناقص الدي مضروبه في التي صح كده ولا ايه طيب الاي 2 الـ A2 هتساوي الـ A ناقص T الـ A ناقص T مضروبة هو الطول ده كده مضروبة في T بالظبط مضروبة في T خلاص عوض بقى في الكلام ده ومن هنا تعرف تجيب الـ Area Net ففي الآخر لما تقسم الـ Force Tension على الـ Area Net تعرف تقارنها بالإيه؟ بالـ Allowed Tensile Stress شو مشكلة ولا إيه؟ يدي هنا الـ نعم قطر أي دي بقولها لك ده القدر المصري اي دي سمول ده قطر المسمار اي دي سمك المنبر اي فاي قطر المنبر ايه الفاي دي لا الفتحه نفسها الفتحه نفسها الفاي دي اللي هي الدايمتر بول قالوا له كده ان دي اللي هي الدايمتر بول الفاي اللي هو الدايمتر فول اللي هي المفروض عبارة عن الدي بلس الايه؟ الكليرنس والكليرنس بيعتمد على ايه؟ بالظبط بيعتمد على الدي ماشي فمثلا لو الدي ب 12 مللي فهنا الكليرنس ب 1 مللي 16 بقى لحد كام؟ لحد تقريبا 24 فهنا الكليرنس ب 2 مللي اكبر من 24 هنا الكليرنس ب 3 طبعا في جدول في الكود بيبين لك الكلام ده وبرضه ان شاء الله هنفتحه في لازم لما تشرح في الموقع برضه وتوسع الفورم يخلي قد ايه باللمبه يعني حسب الله انا اكيد يعني لما بيسمعوا لا لا دي ما يعرفوش طبعا الكلام ده ما يعرفوش تاثير الكلام ده ما انت وسعت الفتحه يبقى انت كده لغيت تاثير المسمار اصلا شايلت الفرصه على المسامير الثانيه مش موجود بالظبط تصنيع غلط بيؤدي الى تركيب غلط بيكون فين بقى الجزء الوانس السايد بيكون فين نايم نايم او ممكن يعمل حاجه بقى يعمل ملو ولا حاجه ولا مفيش الكلام ده لا مفيش هو خلاص بيوسع اللمبه بالسلامه انا بفك في كريم دلوقتي الكنتينر بتاعه طوله 50 سم في حاجات الجردر دي على اخره بحيث تدخل على 12 سم ما شاء الله الملاعب ملاش حل هو حط الكاميرا كده خطوه على خد وخرع مع الربع زي ما بيقولوا ما فيش كواليتي كنترول؟ لا اكيد شو مش كواليتي كنترول انا مفك فيه ده انا مصلح ولا كواليتي اشور اكيد يعني ربنا يرحمهم بقى الكواليتي كنترول طيب طبعا زي ما قلنا ان الشانل قطاع ايه يا هندسه؟ اسلام ان سيمتريك يا حاج اسلام فبرضه بيطبق عليه نفس المعادله دي كده ماشي ايه ده؟ تو انجل باك تو باك بس مفيش قص ما بينهم القص تحت متربط في ناحيه واحده فبرضه يعامل معامله الايه؟ القطاع الانسيمتريك وبرضه نفس الكلام اللي هو القطاع التي سيكشن لازم لهم فيلر برضه عشان يتجمعوا مع بعض لازم فيلر عشان يتجمعوا فيلر بقى لا ما انت ممكن تبنط يعني اللحامات من فوق يعني ليه؟ طيب هو في الحاله دي هو طبعا ما شرطش عليك اصلا ما قالكش يفتحها يعني هو سايبهم كده ولكن اصل هو خد بالك القطاع في النهايه عليه تنشن مش عليه كومبريشن في الكومبريشن لازم السريد ده بس مش تحكم لكن ده عليه تنشن عمرهم ما هيبعدوا عن بعض هما الاثنين مشدودين يا شباب بس لما بعضهم مش حاجه انا الحته دي يعني هندوس فيها في الكومبريشن اكتر يعني لكن بص بقى على الشكلين دول كده هو المعادله الاولانيه دي اللي هي 3 اي 1 على 3 اي 1 زائد اي 2 ماشي المعادله الثانيه اللي هي 5 اي 1 على 5 اي 1 زائد اي 2 بنطبقها في حاله ايه تو انجل باك تو باك اكيد مش اكيد كل المعادلات اللي الان سيمتريك تو انجل باك تو باك وذ فيلر في ماده بقى اهي رابطه بينهم جوه خلاص او اللي هي الحشو يعني بيسموها حشو
او تو انجل باك تو باك وربطناها كده بمسامير على مسافات برضه خلاص. بحيث طبعا بتاعت المسامير دي قال لك ان بحيث ان الطول الحر اللي هو بين المسامير السلندر نفس الريش بتاعته لا تزيد عن كام؟ فاهمين الحته دي ولا اوضحها؟ مش فاهمها صح؟ طيب بص كده. هو السؤال بقى لا ثواني بس عايز اوضح الحته دي لانها مهمه بصراحه. في فرق يا هندسه بين بص انا كده برسم لك الليفيشن للتو انجل باك تو باك. طبعا قطعهم عامل كده لازقين في بعض كده ماشي جميل. انا عملت ايه في الحاله الثانيه؟ خد بالك ان هنا الاريا نفس ان هي معلش تنشن فانا مش محتاج اربع الحينها ومسمار زي ثواني بقى. بص هنا كده الاريا نت بكام؟ بالرقم ده هنا انا زودت قيمه الاريا نت شويه. معنى ان انا زودت قيمه الاريا نت ان انا دعمت القطاع اكتر ان انا حطيته هنا كاني مثلا زودت السمك بتاع الانجل مثلا. لا ما زودتش السمك لا الاريا زادت برضه. لا الاريا ما زادتش مش كانت انا استفدت انا دعمت القطاع اكتر فزاد قيمه الاريا نت. لما دعمت القطاع اكتر سند شويه في حاله الاكسنتريستي الاريا زادت برضه. الاريا نت اريا ايه؟ اريا قطاع ولا الاريا نت؟ انا بتكلم عن قطاع ثابت بس انا في الحاله الاولى ساب القطاع حر. في الحاله الثانيه انا مربطه هو بمسامير يعني عامل مسامير طوليه كده على مسافات كده بس شرط عليك قال لك ايه؟ قال لك هنا ان اللمضه طبعا انت كده طوله ايه اللي اهو؟ ان اللمضه ماكسيموم لا تزيد عن كام؟ 80. فانت لو قسمت ال L طبعا اللمضة دي اللي عباره عن ال L مقسومه على ال R ال R ايه؟ ال R مينيموم ال 1L ماشي كده ولا ايه؟ في مشكله دي؟ طيب يبقى احنا قدرنا ان احنا نستخدم طريقه لتدعيم القطاع بحيث ان الاريا نت بتاعته تزيد يعني الاكسنتريستي تقل شويه. طيب مثال بقى زينا من كتر الكلام يعني ايه اللي احنا خدناه لحد دلوقتي في لازم نشيك عليه في القطاع تنشر سيمتري ولا سيمتري؟ اول حاجه ان هو لازم يوفي الاستريس على حسب الكروس سيكشن اريا والاستريس ده اكيد هيعتمد 100% على الاريا نت. والاريا نت بتعتمد على كونكشن على حاجتين اللي هي نوع الكونكشن بولتد ولا ويلتد والقطاع سيمتريك ولا ان سيمتريك خلاص. طيب ثالث حاجه بتعتمد عليها ايه؟ ستيفنس ليميتيشن ان اللمضة لا تزيد عن كام؟ 300. طبعا انا شغال بنتم فهي لا تزيد عن 300. لو انا شغال بريدجز فالموضوع يختلف شويه. اخر حاجه خالص عشان برضه ما قلناهاش حاجه اسمها ال على الدي ريشيو. ال على الدي ريشيو ده برضه ضيفها عندك كده لا دي بازل ايه؟ دي مصر. طيب ال ده اللي هو الممبر لينز. طبعا هنا ما ضربناش في كده ولا حاجه. الممبر لينز على الدي، ايه هي الدي؟ الدي على حسب القطاع بتاعك. القطاع الانجل ده طبعا ايكوال انجل. ده ايه 1 ده ايه 2 ده ايكوال انجل. فالدي هنا في الحاله دي بتساوي الـ A1 أو الـ A2. طبعا مش فاهم لحد دلوقتي حاجة. هتظهر هنا بقى في الـ Unequal Angle. القطاع ده كده له طول A1 A2. فالدي هي عبارة عن المينيموم من الـ A1 والـ A2. اللي هي أنهي واحدة؟ اللي هي الـ A1. طيب تعالى كده شوف القطاع الـ Back to Back.
الارتفاع ده كده اسمه الـ A1 خلاص؟ العرض ده كله كده اسمه الـ A2 فدي اللي هو عبارة عن الـ A1 يبقى انت تقدر تتكلم في ايه؟ تو انجل باك تو باك خلاص؟ ده كده سنجل انجل طيب ستار شيب بقى ده كده اللي هو الـ A1 وده كده اللي هو الـ A2 فهنا الـ D كام الأصغر من الاثنين دايما فعبارة عن الـ A1 اللي هو هتساوي الـ A1 هتساوي الـ A2 طيب لو بنتكلم مثلا في قطاع I ميم اهو ده مقاس وده مقاس الصغير في اللي تحت بالظبط اللي هو البي فلانج فهنا كده الدي بتساوي البي فلانج وهكذا طب في فرق يعني السيفنس ريشيو لا دي ده ليمتيشن يعني في اثنين ليمتيشن السيفنس ريشيو حاجه وليه العدد دي مش ده بس نفس العوامل لا طبعا لا ازاي ال على الدي ريشيو دي مالهاش علاقه بالدي ريشيو هي ليها علاقه بين الطول والعرض بس ليش ليها علاقه بطول الضلع المنبر كده بس دي ليها علاقه بطول المنبر واقل عرض له طول القطاع كام واقل عرض القطاع كام طبعا الكود بيقول لنا ان ال على الدي ريشيو المفروض ان هي لا تزيد عن كام حد فاكر؟ عمال تغير لا لا تزيد عن 60 انا مش عايز اعمل قطاع يعني عرضه صغير قوي او قطاعه صغير قوي وطوله كبير قوي فبعملها بالليميتيشن دي حتى لو السيفنس سيفت فبرضه لازم اسيف الايه الليميتيشن اللي هي اللي على الدي اتش طيب نرجع بقى للمساله كده الساعه كام دلوقتي 9 10 7 دقايق طيب لسه شويه خلاص تسعة وربع ماشي المثال ده بيقول لنا ايه design the lower court طبعا عارفين ان ده هو lower court حاسب ان design force فيه طبعا هو رقم ايه ان هو شايل فورس كام بعد ما عملنا stream reaction وanalysis وبتاع فالفورس اللي فيه 30 طن والكيس اوف لودنج 2 هنتكلم في الكيس اوف لودنج المره الجايه ان شاء الله بس خلينا كيس اوف ريدنج 2 يوزنج بولتد كونكشن ادانا كده نوع البولت اهو ومره كمان صممها كانها ويلدد كونكشن يبقى احنا عايزين نصمم ايه؟ عايزين نصمم الممبر اللي تحت ده اللي هو طوله ال اكس واسمه ايه؟ خلاص؟ الفورس اللي فيه 30 طن كيس اوف ريدنج 2 مره بولتد كونكشن ومره ويلدد كونكشن طيب بما ان الممبر ده لور كورد فاللور كورد والابر كورد بنستخدمهم ايه؟ قطاعات تو انجل والدياجونالز الكلام ده خدناه في اليوم والدياجونالز ناخدها سنجل انجل او ستار شيب وبرضه ممكن ناخدها تو انجل باك تو باك ماشي؟ طيب اول حاجه قال لك هنا ان الباكلينج لينس اللي هو ال اكس وال واي بيساوي 3 متر جبناها ازاي دي لو انت لاحظت كده في الشكل القطاع بتاعك او قطاع التراس ففي هنا لور ويند بريسنج وابر ويند بريسنج طبعا الكلام ده ممكن تلاقيه فين الشكل ده لا يعني ممكن حاجه زي سبيس تراست تلاقيه هو اما مش هينفع اقول ده كوبري لان هو حاطط لك بريسنج هنا وحاطط لك بريسنج هنا وحاطط لك بريسنج هنا فهو يعني قفل لك الدنيا يعني. طبعا ده عباره عن حاجه زي كوبري مشاه مثلا ماشي كوبري مشاه تلاقي برضه في لور اند بريسنج ولور اند بريسنج خلاص ولكن هو هنا قال لنا ان المنبر ده طوله 3 متر وقال لك ان في لور اند بريسنج الشكل ده وابر ويند بريسنج بالشكل ده خلاص
طيب هو ازاي طلعنا ال ال باكلين ال اكس بيساوي ال واي بيساوي 3 متر؟ هو المنبر ده موجود تحت ولا فوق؟ تحت. يبقى تحت ممسوك بقى في الاتجاه ال ممسوك في الاتجاه العمودي ده او السبوره بالايه؟ باللور ورد السيستم ده. فانا ما بتكلم تحت، فانا بتكلم على السيستم اللي تحت ده، تمام كده؟ طيب انا عايز ارسمه هنا كده الاول. طبعا انتوا فاكرين العمود اللي احنا عملنا له السترين في اتجاه الاكس وهكذا. طبعا الحاله دي بتنطبق على اللي احنا كنا بنتكلم عليها. طيب المنبر اهو اللي هو ده رقم ايه؟ ايه رايك بقى لو انا خدت قطاع كده هلاقي ان شكل القطاع عامل ازاي؟ دكتور خدت قطاع في المنبر هو اجل باكتور بقى صح ولا ايه؟ ادي الاكس وادي الواي مظبوط كده؟ طيب لو القطاع هيحصل له دوران حوالين محور اكس كان هيحصل له باكلين في المستوى بتاع السبوره والعمود عليها؟ اخر حته فنركز بس فيها. ها؟ انا بقول هو لو هيدور حوالين الاكس يعني هيمشي في المستوى بتاع السبوره والعمودي؟ في المستوى بتاع السبوره صح؟ فالان بلان فهتلاقي الاكس ده هو الان ال ان بلان. طيب هو هيدور ازاي؟ على حسب هو ممسوك فين. فلو المنبر هيحصل له باكلنج او يعني انبعاث في الاتجاه ده كده في المستوى ده هيحصل له باكلنج ازاي؟ شوف النقاط اللي ممسوك فيها، النقطة دي ممسوكة ولا بداية المنبر؟ ممسوكة؟ ممسوكة. طب النقطة دي؟ ممسوكة. طب النقطة دي؟ طبعا مالناش علاقة بيها، لكن دي ودي ممسوكين كويس. فالمنبر ده استريند في الأول وفي الآخر. طب النقطة دي ممسوكة ليه؟ لا كده انت فهمته غلط. أنا بقول إن المنبر ده هيحصل له باكلنج أو حركة في الاتجاه دي كده. فالنقطة دي ممسوكة بإيه؟ بالفيرتيكال منبر. ممسوكة بالفيرتيكال منبر كتراس، يعني التراس ذات نفسه ماسك بعض. لو النقطة دي خد بالك هتتحرك حركة غريبة فالمنشأ ده انستيبل. صح ولا إيه؟ طيب يبقى لازم في الحالة دي المنبر ممسوك في بدايته وممسوك في نهايته، فطوله كام؟ فطوله ال. اذا ال ال باكلنج اكس او ال ال اللي هي عباره عن ال ال اللي هي 3 متر. باشمهندس الكونكشنز دي بتبقى شيل كونكشنز مش ممكن اعمل سلوت كونكشنز ولا لا؟ طبعا مستحيل يعني. لازم شيل كونكشن. السلوت ده يبقى الاستراس ده على الستيبل اصلا. وبعدين ايه الغرض انت تعمل سلوت؟ هو ايه الفرق بقى؟ السلوت ان انا مش عايز ما بنقلش مومنت. فكرني دي في اول ما نشتغل المره الجايه. ماشي. طيب الدكاتره عندنا بيقولوا السلوت كونكشن دي حرام. هي ايه السلوت مش عارف؟ اللي هي بتبقى زي الكونكشن زي في الاند جيبل مع الرفتر. يا باشمهندس يعني خليها قدام انا هقولها والله. خليها بس في ميعادها يعني. بس هي عموما مبدئيا كده احنا مش بنستخدم دي في البريست مش في المنبر. ماشي. وكان بيصنعها في الاند جيبل كله. طيب فهنا كده ال ال اكس خلاص متفقين ان هي ب 3 متر. طيب ال ال واي يعني المنبر ده هيتحرك في اي اتجاه لو حصل له انبعاج؟ حصل له كده. طيب تعالى كده نشوف نقطه بدايته ممسوكه ولا غير ممسوكه؟ غير ممسوكة؟ ده على أي أساس؟ ممسوكة. ممسوكة بالبوتوم. تعالى كده بص هنا. بالبوتوم هورزونتال كده. ها ممسوكة ولا غير ممسوكة؟ الجوينت دي أكيد ماسكاها صح؟ دي ممسوكة في الجوينت دي. طيب ودي؟
ممسوكه بالجويد دي. فعشان كده ايه؟ اللي هي ال واي هي الثلاثة. طب ايه رايك بقى لو شلنا السيستم ده خالص وعملنا الروتين ده بريزنج بس؟ فال ال واي بكام؟ السبيسنج 6 متر. هتلاقي النقطة دي غير ممسوكة مظبوط؟ مفيش حاجة تمنعها والنقطة دي غير ممسوكة مفيش حاجة تمنعها بس دي ممسوكة لأنها سبورت ودي ممسوكة لإيه؟ عشان إيه؟ 9 متر ممسوكة ليه؟ عشان الكمبيوتر البريسنج ماسكها فهي ممسوكة هنا وممسوكة هنا فالـ L بتاعتها هي 3 L لكن في الحالة بتاعتنا هي كام؟ الـ L لأن السيستم اللي تحت ده اللي هو الرولينج بريسنج ماسكها خلاص كده؟ فيها مشكلة دي؟ لا. طيب هو انا اعرف القطاع بتاعي ولا لسه عايز اجيبه؟ لسه عايز اجيبه فهجيبه على حسب شويه فروضات هنفرض في البدايه ونجيب قطاع ونشيك عليه نشوف هو سيف ولا انسيف لو انسيف نزود القطاع لو سيف بزياده نقلل القطاع وهكذا ماشي فهنشيك عليه ازاي؟ على حسب على حسب الستيفنس كونديشن فبنقول له كده الستيفنس كونديشن سايلس انا كده لسه بعمل حاجه اسمها الاستيميشن اوف سيكشن حاجه اسمها الاستيميشن اوف سيكشن فبقول له ايه بقول له ان ال اكس مقسومه على الار اكس المفروض ان هي اقل من تساوي كام؟ 300 مش الار اكس دي في القطاع الباك تو باك هي المينيموم؟ طيب فال ال اكس بكام؟ 3 متر هضربها في 100 عشان اخليها بالسنتي بس طيب الار اكس بنفرضها بكام في حاسه وانج باك تو باك؟ 3 ال ايوه 0.3 من الايه؟ من الايه ايوه ومن هنا نعرف نجيب قيمه الايه تطلع اكبر من او يساوي الرقم ده هي نفس المعادله يعني ايوه جبنا خلاص فهنا الايه تطلع ايه اكبر من او يساوي 33 سم بعدين ترجع تكمل بقى بعدها الكونستراكشن كونديشن مش اتفقنا ان دي كده شروط لازم نوفيها في القطاع القطاع بتاعي ده بولتد ولا ويلدد هنشتغل مره كده ومره كده فالكود بيقول ايه لو انا في البولتد عملت مسامير هنا في بولطة المسافة من الأول كده لحد السنتر بتاع البولت اسمها ايه؟ AG distance اسمها الاي 1 طيب وقال لك برضه ان المسافة من سنتر المسمار لحد هنا كده اسمها ايه؟ برضه يعتبر AG distance لان مفيش مسمار جنبيه فدي اسمها برضه اي 1 والمسافة دي بكام يا هندسة؟ كتير بتي طيب يبقى اذا الاي بتاعت الانجل الاي المفروض ان هي بتساوي 2 اي 1 بلس تي طيب الاي 1 مينيموم بكام؟ انا عايز اجيب الاي مينيموم دلوقتي الاي 1 مينيموم بكام؟ قال لك ان هي اقل مسافه من بدايه البليت لحد السنتر بتاع المسمار 1.5 دي طبعا 2 في 1.5 اللي هي 3 دي بلس تي معايا كده ولا ايه؟ في مشكله في دي؟ فدي كده المعادله اهي اللي هي الـ A ناقص تي اقل من الـ 3 فاي طبعا هو يقصد بالفاي يقصد الدي هو بس في فرق في الرموز يعني ماشي؟ طيب لكن في حاله الويلدد مفيش حاجه اسمها كونستراكشن كونديشن بقى كونستراكشن كونديشن اللي هي خاصه بالمسامير يعني ماشي فمفيش حاجه اسمها كونستراكشن كونديشن في حاله الويلد يعني معنى صح ان القطاع مش هيتغير يعني طيب عشان اجيب الاريا ريكوايرد دي بقى المعادله بتاعت الستريس الستريس بيساوي ايه؟ ستريس بتساوي الفورس اللي هي تي مقسومه على الاريا طب الاريا دي انا هقول ان هي الاريا ريكوايرد ايه هي الستريس؟ الاول الاول ستريس الاول
تنصايل اذا الاري ريكوايرد هتساوي تي مقسوم على الالاو تنصايل السيرس. خلاص الالاو تنصايل السيرس بيساوي كام؟ 58% في الاف بي. بعدين ناخد في الاعتبار تاثير الثلاثه فاكتور اللي كنا بنتكلم عليهم. ايه هما؟ نوع الكونكشن فولتد ولا ويلدد؟ انا كده شغال فولتد، فبقول له للمسؤولين هتعمل ايه؟ هتقلل كونفيد ستريس بقيمه 15% يعني هضرب في 85. معايا كده؟ انا على فكره لسه في مرحله الاسامشن، لسه ما جبتش القيمه المظبوطه. دي اللي هي الاكس بار دي؟ نعم. دي الاكس بار؟ هي الاكس بار دي. مش كان في الاكس بار اللي هي الريدكشن؟ ايوه ماشي، بس انا لسه ما جبتش قطاع اصلا عشان ابدا استخدم قيم واقعيه. طيب فضربت 85% ليه؟ عشان دي مولتد. طيب والحاله الثانيه ان انا اضرب في الفاكتور اللي هو على حسب الكيس اوف لودنج، هل هي كيس 1 ولا كيس 2؟ فلو كيس 1 هضرب في 1، خلي دي المره الجايه، ولكن لو كيس 2 هضرب في 1 و2، يعني هزود قيمه الاستريس ب 20%. طيب الحاله الثالثه ايه؟ استيمتريه. الفاكتور الاولاني خاص بالكونستراكشن كونديشن، الفاكتور الثاني خاص بالكيس اوف لودنج، والفاكتور الثالث خاص بالسيمتريه. القطاع بتاعي ده سيمتريك ولا ان سيمتريك؟ سيمتريك، فهضرب في 1. لكن لو ان سيمتريك هضرب في كام؟ هاسيوم ان الان سيمتريك هتقلل لي برضه قيمه الالاول ستريس بقيمه 15%، فهضرب برضه في 85%. معايا كده؟ فدي كده اللي هي المعادلة. فطبعا 1 و4 اللي هي 58 فيلد، فطلعت الاري ريكوايرد بكام؟ ب 10.5 سنتيمتر سكوير. المفروض اعمل ايه بقى بعد كده؟ ادخل على التيبل اختار قطاع له اريا اكبر منها تساوي الاريا دي. ماشي؟ طيب لو كنا بنتكلم بقى في حاله الويلدد ايه اللي اختلف؟ مفيش 85%، مفيش ال 85% بتاعت البولت بس، لكن هي هي نفس المعادله تقدر تكمل عليها عادي. طيب طيب في حاله البولتد دخلنا على الجدول فلقينا اخترنا تو انجل 65:9 اللي هي الاريا بتاعت الوان انجل بتاعتها بكام؟ 11 سنتيمتر سكوير اللي هي اكبر من 10، اللي هي اكبر من ال 10. وفي حاله الويلدد اخترنا تو انجل 70:7 خلاص. طبعا دي 65:9 65:9 ودي كده 70:7، فهنا الاريا ب 9.4 طبعا اكيد اقل من الايه؟ اكيد اقل من 11 يعني. فين 65:9 دي؟ اي؟ لا فين يعني في السوق ومفيش حاجه؟ لا هي هو اتحلت كده، ولكن الواقع مش يعني غالبا مش هتلاقي 65:9 يعني، بس هي كانت حلها كده يعني. هي موجوده في الجدول. 65:9 موجوده في الجدول. طبعا مش طبعا طبعا اكيد يعني مش كل اللي في الجدول موجود في الطبيعه. اول خانه في كل في الجدول كده هي دي اللي موجوده في الطبيعه. عايزين نشوف الجدول ولا ايه؟ لا مش كلكم حافظينه؟ حافظوا؟ الحركه دي اه طبعا ستيت تيبل زي دي كده الايكوال انجل كده على مبناها. فين ال 60؟ 60 لسه على مبناها. ادي ال 60 اهي، 60 في 6، 60 في 8، حتى ما فيش 9 يعني. دي كانت قديمه باين، ده كتاب الدكتور بهاء مشاري يعني. هي طبعا موجود في 60 في 10. المتوفر في الغالب اللي هو ال 60 في 6. ماشي؟ ال 55 في 5 وهكذا. طيب قدرنا من هنا، انا لسه بعمل ايه؟ استيميشن للقطاع، ما اعرفش القطاع. ف شفت كده الكونستراكشن كونديشن في النهايه خالص يعني على حسب الفاكتورز اللي فاتت دي كلها بقى اللي هي السيفتنس، وعلى حسب الكونستراكشن كونديشن قدرت اوصل للقطاع ده. هبدا بقى اشتغل اكشوال، هجيب الاريا الاكشوال بتاعت القطاع ده من الجدول اللي هي ال 11 دي، والاريا الاكشوال اللي هي 9.4 من الجدول خلاص جبتها. هبدا بقى اشتغل تشيك.
القطاع بتاع سيمتريك ولا ان سيمتريك؟ سيمتريك. فالاريا نت بكام؟ عباره عن الاريا جروس تطرح منها ايه؟ المسامير. تطرح منها المسامير اللي هي الكلام ده. وبعدين تضربها في السمك اللي هو 9 من 10 يعني. خلاص طلعت الاريا نت بالكلام ده والاف تي بالكلام ده فيطلع القطاع في الاخر لما تقرر الاف تي. خد بالك بس في فرق بين الاف تي والاف تي. ايه الفرق؟ واحد اللوجو واحد اكشوال صح؟ واحد فيهم اللوجو واحد اكشوال. يعني طبعا السمول ده هو الاكشوال والكابتن ده اللي هو اللوجو. ماشي؟ فالاف دي سمول اللي هي الاكشوال طلعت 1599 والاف دي كابتن اللي هي اللوجو اللي هي 168. طبعا هما الاثنين قريبين جدا من بعض لو قسمناهم على بعض كده يطلعوا كام؟ نشوف كده واحد 599 طبعا يطلع 95%. ف الانتراكشن ايكويشن كده لما تكون بين 90 لحد 100% فالقطاع بتاعك بيكون سيف. انت عايز تقول ايكونوميك يعني؟ عندي ايكونوميك. عندي ايكونوميك. خلاص؟ يعني جود ديزاين. تمام كده في مشكله؟ طيب دي بقى في حاله الولد برضه طلعت الاف تي بالرقم ده قارناها ب 61 طلعت برضه القطاع بتاعي سيف عندي ايكونوميك. اهم حاجه في الاخر تبدا ترسم الايه؟ التفصيله بتاعتك مظبوط. ترسم التفصيله بتاعتك مظبوط. اهم حاجه في التفصيله ايه؟ انا خلاص خلصت. تمام. ركز بس الحته دي اخر حته ان شاء الله. المسامير دي هنجيب عددهم ازاي؟ لسه بقى في التصميم الكونكشن، ولكن انا حطيت المسامير دي في السنترويد بتاع الانجل ولا فين؟ السنترويد لا في نص الرجل. ايوه في نص الجزء الحر من الرجل. الحر من الرجل المسامير نحطها في نص الجزء الحر من الرجل فوق السنتر بشويه زي ما حسبناها كده اللي هو اي 1 مش عارف اهي ده كده اي 1 دي كده اي 1 خدت بالك؟ فهنا كده الـ A ناقص T على 2 وهنا كده الـ A ناقص T على 2 نفس الكونتين بالظبط الإضافة إلى T. المسامير موجودة على مش السنترويد بتاع الممبر، موجودة على السنترويد بتاع الأنجل. ما تركبش المفتاح هيكون في الجناح بتاع الزاوية. مش شرط افرض الزاوية واسعة. اه لو الزاوية لو كبيرة لو صغيرة. لو الزاوية كبيرة مفيش مشكلة يعني. طب إيه الحل لو صغيرة؟ نعم الحل لو صغيرة؟ لا ما هو في حاجة بقى اسمها الكونستراكشر اللي هي المينيموم انجل المينيموم انجل عشان تعرف تربط بره اللي هي ال L 45 في 5 مظبوط الكلام ده ولا ايه؟ اقل L بتستخدمها كبولتد اللي هي ال L 45 في 5 طيب انا عرضها صغير فعشان تعرف تربط الكلام ده كويس طبعا اقل مسمار بتستخدمه كام؟ 12 اقل مسمار بتستخدمه في المنشأ بتاعك 12 طبعا دي تفصيله الايه؟ الكونكشن بتاعتك ك ويندد كونكشن طيب المره الجايه ان شاء الله نكمل الاكزامبل الباقي ده ونكمل بقى الموديل ونكمل الكونفيرشن ممبر خلاص؟ في مشكله؟ ناخد المره الجايه تحت مصنع فيديو ومش مع بعض انا